بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في موضوع ما هو الكهنوت، ما هو التكريس، هل من الانسان ام من الله، وفي نفس الوقت ما هي متطلبات الكهنوت، ما هو مخطط الله منذ البدء لهذا المشروع. لم أستطع اليوم أن أتناول كافة الجوانب لهذا الموضوع، ولكن سأكتفي بالنظرة البدائية في العهد القديم بكهنوت هارون. جزئية بسيطة في مقدمة عن مفهوم الكهنوت من العهد القديم. في سفر اللاويين من أهم الأسفار اللي بيعطي لنا نظرة شاملة عن مفهوم الكهنوت والوظائف ومتطلباته. غالبا عندما نقرأ الكتاب المقدس ويكون عندنا منهجية أننا نريد أن نبدأ برنامج وخطة لقراءة الكتاب المقدس، يكون عندنا سفر التكوين سلس بسيط، تأتي لنا الشجاعة ونستمر حتى سفر الخروج وأحداث موسى، ولكن لم يستمر الحال طويلا لمن يبدأون في قراءة الكتاب المقدس عندما يأتون أو يصلوا إلى سفر اللاويين والعدد والتسنية، يكتشف أن الموضوع صعب جدا، في متطلبات، قوانين، شرائع، نواميس، كلها بتكون صعبة تجعلنا نرجع إلى الخلف مرة أخرى ونوقف قراءة الكتاب المقدس، لأننا بنشعر إننا لم نستطيع أن نفهم الكتاب المقدس. لذلك أدعوكم عندما تقرؤون الكتاب المقدس لا تخافوا من سفر اللاويين وباقي أسفار موسى الخمسة، لأنهم بيعطونا فكرة كاملة عن اتحاد الله بشعبه، وكان يريد أن يقدسهم. لذلك نرى في سفر اللاويين إصحاح 21 يقول لنا: مقدسين يكونون لإلههم ولا يدنسون اسم إلههم لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم فيكونون قدسا. مقدسين يكونون لإلههم لا يدنسون اسم إلههم، هذا هو مضمون رسالتنا اليوم في تأملنا هذا الصباح المبارك. مبدئيا أول مفهوم للكهنوت كان في قصة في سفر التكوين، بتبدأ بشخصية فجأة ظهرت لم نرى لها تسلسل من قبل أو من بعد، فجأة ظهرت شخصية ملك صادق. ملك صادق اللي بيظهر فجأة لإبراهيم، بيقول لنا في سفر التكوين 14: فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدرلوع عمر، والملوك الذين معه العنق شوي الذي هو عنق المال. وفي آية 18: وملك صادق مالك شليم أخرج خبزا وخمرا. كانت أول مرة نفهم موضوع الخبز والخمر في العهد القديم كتقديمات للرب، وكان كاهن لله العلي. يبقى ملك صادق هو بيقدم هنا
خبز الخمر هو الكاهن الله. وبارك وقال مبارك إبراهيم من الله العلي ملك السماوات والأرض. فأول تنويه في العهد القديم في سفر التكوين عن مشروع الكهنوت كان من خلال قصة ملك صادق. لم نعرف من هذا الشخص، ولكن من يدرس أكثر يتوسع في هذه النقطة هو دلالة عن شخص يسوع المسيح. في سفر الخروج يبتدي يتبلور لنا هذا المشروع أكثر وأكثر، يظهر أكثر من الأول من سفر التكوين. بشكل سريع، عندما تقابل الله مع موسى بدأ يجهز الله شعبه أن يقيم في وسطهم، يكون إلههم ومخلصهم. وبهذه القصة بعد ما أراد الرب أن يخرج الشعب العبراني من قبضة يد فرعون، ينقذهم من العبودية، أراد الرب أن يخرج الشعب من خلال موسى. فبيقول لنا: وأما موسى فصعد إلى الله فناداه الرب من الجبل. يبقى لقاء موسى كان على الجبل. هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل: أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين. يتكلم الرب، بيذكر موسى، يقول له: افتكر أنت والشعب كيف كانت قوتي على الشعب المصري، تذكروا قوتي اللي عملتها معاكم. أنا حملتكم على أجنحة النسور. من أدق التفاصيل الكلمة دي، إن الرب يقول أحببت شعبي، حملته على أجنحة النسور وجئت بكم إلي، يعني جبتكم بأقوى طائر موجود ليا. فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض. يذكر الله موسى والشعب أن الله هو ملك السماوات والأرض، ولكن بيعطي ليهم الوعد: لو حفظت وصاياي حتكونوا خاصتي المقربين إلي. في آية 6: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. بدأ الرب يظهر أنه سيكرس هذا الشعب كله له، يختار هذا الشعب، ينقذه من يد فرعون وأخرجه من أرض المصريين. ولكن بيقول: هخليكم من النهاردة مملكة، أمة، شعب كبير، كهنة وأمة مقدسة. يعني الله من هذه اللحظة سيصنع منهم كهنة، والشعب يكون مقدس، كهنة وشعب مقدس. هذا كان حوار الرب على الجبل مع موسى. في سفر الخروج 19 يقول: وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب. بدأ يطلب بأمر الرب للكهنة اللي حيكونوا مقدسين، دول اللي حيكونوا مقربين للرب، لئلا يبطشوا بهم الرب، لئلا يعاقبهم الرب. فأول تكريس، أول صفة، حيقدس الكهنة اللي حيكونوا مقربين له. وبالتالي راح أعطى الرب الوصايا لموسى، بدأ يعمل تشكيل هذه الأمة، هذا الشعب، أن يكون فيه كهنة والشعب يكون مقدس لأنه حيكون مع الرب.
فإذا صفة هذا الاختيار لهذا الشعب هي القدسية، القداسة. ده مشروع ما كانش سهل ولا لموسى ولا للشعب، لكن هذا التقديس للكهنة ليس بالسهل، مش بسيط. بنكتشف أن هناك أكثر من حادث في العهد القديم الكهنة لم يكونوا على هذا المستوى. عندنا قصة مشهورة في سفر اللاويين إصحاح 10، أول 3 آيات بيتكلموا عن هذا الحادث، موت نداب وأبيه، دول أول ابنان كانوا لهارون لما اختار الرب هارون يكون الكاهن الأول، ثم قال له من نسلك حيكون سبط الكهنة أولويين وحيكمل، اختار لي نداب وأبيه. يعني أول 3 اختيروا، أولا هارون ثم نداب وأبيه. يقول لنا في الإصحاح 10 من سفر اللاويين، وأخذ ابن هارون نداب وأبيه كل منهما مجمرة الشورية بتاعته. قصة حادث ربما بتقروها سريعة جدا، خلى كل واحد من أولاده يأخذ الشورية المجمرة بتاعته، وجعلهم فيهما نارا ووضع عليهما بخورا وقرب أمام الرب نارا غريبة. نداب وأبيه لم يطيعوا أوامر الرب، فحطوا في الشورية نار غريبة، يعني جمر غريب، فحم غريب، تقدمة غريبة. احنا بنعرف البخور هو من أنواع التقدمة للرب، كان الرب وصايا واضحة جدا في العهد القديم إنهم لا يختلطوا بالشعوب الأخرى، لا يتنجسوا من خلال الشعوب الأخرى، ما يأكلوش ما يشربوش، ما يكونش بينهم تعاون زواج بينهم وبين الشعوب الأخرى، لأن الآخرين لم يكرسوا ولم يقدسوا ولم يكونوا في طاعة الرب. فاختار الرب الشعب العبراني أن يكون خاصته، فكرتين ما ننساهمش، كهنة وتقديس للشعب. فكان الرب دايما يقول لهم ما تختلطوش بالأمم، ما تبعدوش، ولكن شاءت الظروف أن أولاد هارون نداب وأبيه كل واحد لم يصغي إلى كلام الرب، وضعوا في المبخرة أو المجمرة نار غريبة. إيه اللي حصل عندما لا يتقدس الإنسان؟ ماذا يحدث عندما يعصي أمر الرب؟ كان بيقول هذا الكهنوت يكون يطيع لي ومقدس. وجعل فيهما نار ووضع عليها بخور وقربوا أمام الرب نار غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب. كان أول عقاب لكهنة في العهد القديم لما حطوا وضعوا نار في الشورية غريبة مش من مجتمعهم، مش من الناس، الشعب خاصة الله. حصل إن الرب حرق الاثنين دول وماتوا هما نداب وأبيه. هل يستحقوا هذا كل العقاب عشان وضعوا نار غريبة؟ الله لم يساوم في مشروع قداسته. عيدها تاني، الله لا يساوم في مشروع قداسته. الله يريد علاقة قدسية بينه وبين الشعب بتاعه وبالأخص الكهنة. فخرجت نار من عند الرب، الرب أرسل نار وحرقت الاثنين نداب وأبيه. كان ده أول حادث يحصل لأولاد هارون، وبعدين بيختار بعدهم ناس تانيين. فإذا الله لا يساوم في الكهنوت
بل بالعكس كان قاسي إنجاز التعبير جدا في مشروعه للكهنة. عندنا قصة تاني موجودة في صموئيل الثاني، بنعرف بأن عالي الكاهن كان شخص تقي، ولكن للأسف كان أولاده، عنده 2 من أولاده كهنة، لم يسيروا مثلما سار أبيهم عالي الكاهن. بيقول لنا في سفر صموئيل الأول الإصحاح الثاني: وكانوا بنو عالي، بني بليعال، يعني أولاد عالي الكهنة كأنهم أصبحوا أولاد الشيطان، تمردوا على الرب، لم يفهموا ما حدث من قبل لأولاد هارون، بل تمردوا وعاشوا في كل ما هو خطأ وخطيئة. لم يعرفوا الرب، كانوا موظفين في خيمة الاجتماع، ولكنهم لم يطيعوا لأوامر الرب ولا حق الكهنة من الشعب. لما كانت الناس بتقدم ذبيحة، كانوا هم بدل ما يكون الذبيحة دي للرب، كانوا يقضوا كل ما أهم ما قدم من الذبيحة، حتى الدهون اللي كان الرب يمنعها. لما تقروا في سفر اللاويين حتى نهاية أسفار موسى الخمسة، تكتشف أن الله كان دقيق جداً في تصنيفاته، ماذا يأكلون وماذا لا يأكلون، ما هو الطاهر والنجس، ما هي الأعشاب التي تأكل والأعشاب التي لا تأكل، الحيوانات، الطيور، الأرض، المباني، الملابس، كان كلها أوكل الرب فيها للكهنة أن يميزوا ويشرعوا ما هو صالح للشعب أو لا. فهنا أولاد عالي كانوا برضو أشرار، أعطوا صورة سيئة للكهنوت في العهد القديم، بل ضيعوا شكل أبيهم عالي. وفيما بعد اللي بيقرأ في النصوص الكتاب المقدس يكتشف أن عالي قال لهم: أنا بسمع من الناس ما يقال، ده مش كويس. ده كل الجملة اللي قالها عالي لأولاده، لم يمنعهم، لم يوبخهم، ولكن اكتفى بأنهم: أنا بسمع من الناس كلام وحش عليك، ده مش كويس. عالي كان ضعيف قدام أولاده الاثنين الكهنة، فكانت خطية الغلامان عظيمة جدا أمام الرب، لأن الناس استهانوا بتقدمة الرب. يبقى دور الكاهن كان هو أن يكون مقدس ويقدس الشعب، ويجعل الشعب يهتم ويقدس تقدمات الرب ويقدس الرب. إذا هذا الكاهن ضعف، الشعب بيضعف مع مباشرة. لذلك كانت دي مقدمة في العهد القديم عن مفهوم الكهنوت بشكل إنساني. نستخرج من النقط اللي فاتت ما هو مفهوم الكهنوت في العهد القديم ويستمر لهذه اللحظة. وظيفة الكهنوت أول نقطة هي التقديس، أن يقدس للرب ويصلي للرب ويجعل الرب مقدس وسط شعبه ويمجد الرب. الكلمات دي مش بالسهلة. لذلك نستطيع أن يكون عندنا شعوب عديدة، لكن بدون كاهن ستفقد هذه الشعوب مفهوم القدسية. الله هو الذي اختار الكهنوت، هو الذي اختار هارون وأولاده، لم يختار هارون نفسه، بل أوكل الأشخاص بأسمائهم. فإذا كان بشكل مباشر، وإحنا مش في بحث اختيار الله للكهنوت إن الدعوة من الله، لكن أنا بتكلم في نقط معينة النهاردة. اليوم الرب بيقول لنا وظيفة الكهنوت هي تقديس نفسه والآخرين. لذلك ما أسوأ الشعوب التي لا يوجد عندها كاهن، لأنها بتفقد التقديس لنفسها من خلال الكاهن.
نقطة ثانية، ما هو التقديس؟ يعني إزالة النجاسة، أن يشيل النجاسة. الكلمة صعبة. عكس القداسة هي النجاسة. ما هو ضد الرب هو نجاسة. ما هو ضد الرب هو نجاسة. لما كان يقول للرب في العهد القديم ما تأكلوش ده، وإذا الشعب أكل هذا الحاجة دي وتمرد على الرب أصبح في حالة نجاسة. فكان دور الكاهن عليه أن يوعي الشعب، تقدسوا، يتقدسوا به من خلال شرائع الرب، الوصايا العشرة وكل التنبيهات والقوانين اللي كان على الكاهن بيمارسها مع الشعب. لو الكاهن ترك الشعب كما يحلو له، إذن معنى ترك الشعب في مرحلة النجاسة. فكان دور الكاهن هو توعية الشعب أن هذا مقدس أو هذا نجس، وكان يأخذ هذه الشرائع من الرب، وعلى الشعب كان يطيع أوامر الكهنة لأنهم كانوا هم مرحلة التنبيه والإنذار للشعب. أن يشيل ويزيل النجاسة معنى أن يقدس. الكلمة الإيجابية أكثر يقدس، الكلمة الأكثر سلبية أن يكون هناك نجاسة. حتى لو تتذكروا في العهد الجديد لما جه يسوع وهو عندما دخل الهيكل كان بيعلن أنه هو الكاهن الأعظم، حصل إيه؟ طهر الهيكل من أعمال النجاسة، البيع والشراء وكان الحمام والأكل والشرب. كان المرة الوحيدة اللي شفنا يسوع فيها عصبي جدا، على فكرة الحدث ده كان مرتين، قلب الصرارفة البياعين البزنس اللي كانوا شغالين فيه ويقول لنا مسك كأنه عصايا أو كرباج وبدأ يضرب. ليه؟ لأنه الله لا يقبل النجاسة في هيكله. دي كانت أعمال مين؟ الكاهن، إنه هو يمثل الرب، أن يمنع النجاسة، يزيل النجاسة. حتى يسوع لما عمل المشهد ده أعلن ليهم في الوقت ده إنه هو الكاهن الأعظم، أصبح حاضر في الهيكل. في هذا الوقت ما كانش في كهنة في الهيكل، وهو بدخوله الهيكل أعلن نفسه إنه هو الإله والكاهن الأعظم. حاجة تانية مهمة، بسبب هذه القداسة على الكهنة أن يحفظوا رسالتهم ودعوتهم المقدسة أمام الناس، أن يقدسوا نفسهم ويكونوا مثال جيد للناس. طبعا هناك خطأ وهناك خطأ والكهنة بتخطئ، ولكن علينا ككهنة ألا يضيع مننا دعوة القداسة التي علينا أن نظهرها دائما قدام الناس. دور الكاهن هو أن يعكس شخصية يسوع للشعب، يعكس صورة قداسة الله للشعب، كأنه هو مراية، ينزل شعاع الرب القداسة على المراية تعكس تيجي على الشعب اللي قدامه، وإذا بياخد القداسة من الرب وتكون هو القناة يوصلها وتأتي على وجوه كل الشعب. فدور الكاهن في القداس وفي الصلوات أن يأخذ قداسة الرب ويوصلها لنفسه وللآخرين، أن يقدس نفسه والآخرين، عليه أن يعكس شخصية الله من خلال العهد اللي خده مع الرب أن يكون كاهن للرب. فبالتالي كانت وظيفة الكهنوت أن يعكس صورة الرب القدوسة مباشرة للناس. في رسالة بطرس الأولى إصحاح له بيقول لنا بل نظير القدوس بسبب القدوس اللي هو الله الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة.
على فكرة هذا الكلام مش بس للكهنة، للشعب كمان، لكل من هو اختار أن يكون الرب نصيبه. بسبب الله قدوس علينا إحنا كمان نكون قدسين، لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس. أرجع تاني للبداية، الكاهن دوره تقديس الشعب، وبالتالي الله يكون مع القديسين، لا يستطيع أن يكون الله مع الأشرار. فبهذا ليه نكون إحنا قدسين؟ لأن صفة الله القدس، لكن صورة الله القداسة المطلقة. إحنا بنحاول نوصل لهذا الكمال. في أشكال عملية لهذا القداسة، كان دور الكهنوت أن يزيل النجاسة من هذا الشعب. في حاجات كثيرة مارسها الكهنة في العهد القديم. فمثلا في رسالة بولس الثانية لأهل كورنثوس في إصحاح 6 يقول لنا إيه؟ فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. الله حيسكن مع هذا الشعب، وكان أول سكنة لي مباشرة من خلال خيمة الاجتماع، وبيكون يقدس هذا الشعب، يعيش معهم، يمشي وسطهم، هم حيكونوا لي شعب. لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يعني ابعدوا عن الأشرار الناجسين، يقول الرب، ولا تمسوا ناجسا فأقبلكم. لو أنتوا عشتوا مع النجاسة مش حاضر أقبلكم، لكن عشتوا مع القداسة حتكونوا لي، وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنينا وبنات. إذن الله عشان يقبلنا النهاردة علينا أن نتقدس، ودور الكهنة أن يكونوا مصرين على تقويم وتصحيح مسار الشعب. هذه الرسالة مش من الكهنوت كأنه تزمت وهم المسؤولين كأنهم ماسكين الحياة، لكن عليهم يطيعوا أوامر الرب، وكأن الله أعطى القيادة للكهنة، أعطاها لموسى وأعطاها لهارون قيادة الشعب، خلاهم هم الليدر بتاع الشعب ده من خلال كل جوانب الحياة. كانوا الكهنة يتدخلون في كل شيء من أول ما يصحوا الصبح لغاية آخر الليل، كل ده يقولوا ده طاهر وهذا نجس، هذا قدوس وهذا نجس. مثلا في إنجيل لوقا إصحاح 5 بيقول لنا عن قصة شفاء العشرة البرص. لما يسوع شفى العشر برص وقال لهم آية مهمة جدا، بل امضوا وأروا نفسك للكاهن، كان بيقول لكل الأشخاص اللي بيعملوا المعجزات ليهم، يقول لهم إيه؟ خاصة عندهم مرض البرص، لأن مرض البرص كان في العهد القديم كان الكاهن هو اللي بيدي رشدة الشفاء. لما يكون هناك شخص أبرص كان عليه يروح يظهر نفسه للكاهن، والكاهن يقول بأي درجة وصل عنده مرض البرص، وهو اللي يقول عليك أن تعزل وتخرج خارج المحلة وتكون خارج المدينة والبلدة. كأنه حتى في هذا الوقت الكاهن هو الطبيب والدكتور، تتخيلوا ده؟ أيوة، إنه كان الإنسان في الوقت ده ما فيش أطباء، فكان الكاهن الرب عطاله نعمة أنه يكون الحكيم ويظهر المريض نفسه قدام هذا الكاهن، وهو اللي يميز يقول له أنهي درجة في مرض البرص فيه والطهر. عشان كده يسوع حتى لما كان بيشفي الشخصيات اللي عندهم البرص كان يقول لهم أري نفسك للكاهن، إن هو المخول له أن يعطيك شهادة براءة للشفاء. أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة له. إنك تشفى معناه أصبحت في حالة القداسة،
حالة القداسة دي عندك شهادة إنك شخص طاهر. حتى في الأكل كان الكاهن يميز لهم أكل الشعب العبراني بس تاكلوه، يعني ما ينفعش تستورده من البلاد المجاورة أكل لنا. ليه؟ لأنه غير مقدس. تتذكروا قصة دانيال لما كان في السبي هو وأصحابه؟ دانيال كان متربي على مفهوم الكهنوت جيد، كان متربي على الشريعة كويس، ولما راح في بابل قدموا لي أكل هو الأصحاب كان بيرفض، لأنه كان في بعض المأكولات مصنفة في الشريعة عندهم إنها نجسة. فبيقول لنا في الإصحاح الأول من سفر دانيال: أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطياب الملك ولا بخمر مشروبه. دانيال كان نموذج للعلماني وللشخص الذي يطيع مفهوم الكهنوت من خلال شرائع الرب، ما نجس نفسه ولا أكل. وبالتالي كانت دي السقطة اللي وقع فيها دانيال، على أساس كانوا حيحكموه لأنه بيرفض أوامر الملك، تمرد على الملك لكن أطاع الرب. لذلك كان حتى الكاهن يتدخل في كل شيء. نظرة سريعة جدا وأخيرة في هذا الموضوع عن شكل الكهنوت في العهد القديم وأهميته، أنه هو المحرك والمقدس للشعب في العهد القديم. حتى في الثياب الكهنوتية اللي احنا درسناها باستفاضة في خيمة الاجتماع، أهم نقطتين: لما طلب الرب من موسى وقال له اصنع لأخيك هارون ملابس كهنوتية، كان ايه الشرط بتاعها؟ واصنع ثيابا مقدسة لهارون. يبقى الثياب تكون ايه؟ مقدسة، لأن لازم يكون الكاهن مقدس حتى بالثياب بتاعته. فلبس الكهنوت هو علامة للقداسة. اصنع ثياب المقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء. البهاء ده مين؟ صورة الرب. فاكرين لما قلت الله قدوس بيدي شعاعه للكاهن، والكاهن كان هو المرآة اللي بتعكس هذا البهاء. فصورة الثياب المقدسة بتعلن قدسية الله، وعلى الشعب أن يفهم أن من أهم صفات الكاهن أن يكون عنده في وقت التقديم القرابين أن يهتم بالملابس الكهنوتية، لأنها تعكس بهاء الرب ومجده. عشان كده في حادث التجلي الرب ظهر في أبهى تجلي، في بهاء، صورة بهاء. كان بيظهر هذا الكهنوت المقدس من خلال يسوع اللي تغيرت هيئته، تغيرت هيئته، قال لنا ثيابه أصبحت بيضاء، يعني شكل بهي. لذلك الكاهن كان اختيار الله في كل ملابسه يعكس قدسية الله. النهاردة ايه المهمة المطلوبة من الكهنة مع الشعب؟ اهم حاجة التعليم، ان يعلم الكاهن. من يفقد مشروع التعليم هو كاهن ميت مباشرة. الكاهن لما بيراش ما بيتثقفش، ما بيعلمش شعبه، أصبح ميت وموت الشعب معه، لأنه سيفقد مشروع القداسة اللي هو أوصى به الرب. فلذلك الكهنوت يجب أن يكون من رسالته الأساسية التعليم. لكن شعوبنا مش بتحب الكاهن المعلم، بتحب الكاهن المرحرح اللي طبطب، اللي يقول كلمات تهوى لها أذان المجتمع. لذلك هاتوا كاهن معلم يعمل محاضرة، الكنائس تبقى فاضية. هاتوا كاهن يتحلى بالجلجلة، وبقولها مباشرة، أمم تحجز في الشوارع عشان تروحوا عنده، يرش مية، يحط زيت، يعمل صلوات، كل الناس تجري. لا أدين، لكن حللوا. لم يظهر
في العهد القديم مثل هذا الكهنوت، بل كان كاهن معلم يميز للشعب بالشريعة بالقانون، يتدخل في كل متطلبات الحياة، في الأكل، في الشرب، في الملابس، في المباني، في كل شيء. حتى طوب الحوائط كان هو مسؤول عنه الكاهن، ويشوف الطوب ده بينجس أو لا. لو تقروا سفر لوين حتقروا حاجات مش ممكن تتخيلوها الحيوانات. لذلك حتى ما زال النهاردة في الأكل الكوشر وغيره اللي بتاخدوه من المحلات، كان إنه معناه هذا الأكل مش بس إنه مذبوح على شريعة ما، لكن هو معناه مقدس للرب، لم يتنجس من الشعوب الأخرى. هو ده المفهوم بتاعه، إنه كان الرب بيعطي كل مواصفات أنواع الأكل للشعب، وكان الكاهن هو اللي يميز. فمفهوم التمييز معناه هو التعليم، المعلم هو ما يقول للطالب هذا صواب وهذا خطأ، ده صح وده غلط. لكن يا ترى بنقبل بتواضع ما يعلم به الكاهن، ولا كلنا عايزين نكون معلمين؟ لم يقل موسى في يوم من الأيام لهارون: على فكرة أنا اللي خدت الوصايا قبل منك، أنت اللي تكون أقل مني. لا، التزم بكهنوت هارون حتى لو كان هو تكلم مع الرب قبل منه. ولذلك من المفارقات اللذيذة في سر الكهنوت يكون الكاهن هو تلميذ له معلم، والكاهن هو لسه ابن في بيته لأب وأم، كان يقول لوالده بابا ماما أبويا أمي. ولكن عندما يصبح كاهن كل الأشخاص حتى الأكبر منه بتدعوه بأبونا، حتى لو كان أقل عمرا كله بيتحول، لأنه أصبح عنده موكل له أن يكون مقدس ويقدس، أن يكون متعلم الرب ويعلم. وبنقول للكاهن أبونا حتى لو كان أصغر سنا، هو بيعطي تعليم الرب، ينقل الإيمان. ده اللي موجود حتى في ملاخي: من فم الكاهن تتطلب المعرفة، ونطلب المعرفة من فم الكاهن. النقطة الثانية التقديس. في العهد القديم كان التقديس ايه؟ في مشروع ما هو حرام وحلال، في مشروع تقديم الذبائح، القرابين. ولكن بالعهد الجديد أصبح الكاهن هو المعلم، وهو الذي يقدم الذبيحة على الهيكل ويمارس الأسرار السبعة، أسرار الكنيسة. هو الذي يعطي للرعية الأسرار السبعة. لذلك الكهنوت بدونه لا تكون هناك أمة مقدسة. كيف يقدس إن لم يكن هناك كاهن؟ ربما مرات بنستهين بدور الكاهن، حتى الكاهن نفسهم مرات بتهانوا في ده. لكن بنذكر نفسنا النهاردة، ساعد الكاهن أن يكون معلم ومقدس، معلم للشعب ويقدس من خلال الأسرار السبعة. يعني يقدس من خلال الأسرار السبعة؟ إن نحن نواظب على الأسرار السبعة بإيمان. ده هذا ما نفقده النهاردة في مجتمعاتنا الكنسية التقليدية. حنهي بالآية اللي بدأت بيها في سفر اللاويين 21، بتقول ايه؟ مقدسين يكونون، مقدسين ليه؟ لإلههم، ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون. وقائد يعني بيقربوا الذبائح للرب، طعام إلههم، فيكونوا قدسا. يا ريت الآية دي تكون لينا جميعا، نقف ونقراها مع بعض. مع بعض: مقدسين يكونون لإلههم، ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون. وقائد الرب طعام إلههم، فيكونون قدسا. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.